صح. اخر خبر كابتن حسام بدري بيفكر ازاي في ماتش العوده وده اللي عمله خلال التدريبتين اللي بعد الماتش عملهم هنا. كابتن حسام بدري مش هيلعب كتير في التشكيل, نفس التشكيل اللي لعب بيه, ولكن هو في نص الملعب يعني عايز حمدي فتحي جنب طارق حامد. كان في مشكله في التمركز وهو اتكلم عليها مع اللعيبه مع طارق حامد والسليه في الماتش اللي فات, فهو عايز يلعب حمدي فتحي خصوصا انت بره ارضك مش عايز يجي في جول. الحته اللي قدام قفشه زي ما هو, صلاح يبقى موجود. هو جرب حاجه انه يلعب بزيزو او ينزل بمحمد شريف لتحت ويلعب بمصطفى محمد مهاجم, وده لسه هيظهر في تدريبه بكره اللي هتكون في الجابون, وان شاء الله نبقى نقولها للساده المشاهدين. صلاح رايح ولا مش رايح؟ صلاح رايح لحد دلوقتي. صلاح رايح لحد دلوقتي. صلاح رايح. لو راح صلاح هيبقى هو صلاح لو صلاح راح مكانه طبيعي, والناحيه الثانيه جرب زيزو ومحمد شريف بحيث انه ممكن يلعب بمحمد شريف تحت ومصطفى قدام. لو صلاح ما راحش يودي محمد شريف مكان محمد صلاح ويلعب قدام بمصطفى محمد.